مرحبا وشكرا لمتابعتكم تك ميشن. من اسبوعين عرفناكم على الهاتف فيفو X70 برو. اليوم رح نحكي عن هاتف تاني من نفس العائله ومن نفس السلسله، فيفو X70. نسخه تختلف عن البرو باشياء كتير قليله، بس بتعطينا باقي المواصفات الرائعه بالكاميرا والعتاد وتجربه المستخدم. فاذا عم تفتشوا عن موبايل بسعر اقل مع نفس المواصفات العملاقه ولمسات زايس الفنيه، ما تفتشوا اكثر. فيفو X70، تابعونا. الهاتف أنيق جدا، الخلفية كتير بتشبه النسخة البرو مع فارق بعدد الكاميرات وترتيبها. وإذا بدكم الصراحة، أنا حبيت اللمسات تبع الخلفية بالفيفو X70 أكتر من البرو. شوفوا الأناقة، الخلفية زجاج بالمناسبة وكتير مقاومة لبصمات الأصابع، ولا ممكن تظهر عليها بصمات الأصابع. هذا اللون اسمه أسود الفضاء. باقي التصميم متطابق تماما مع نسخة البرو، باستثناء انه الـ X70 اطول بشوي صغيره، اقل من 2 مم تحديدا من نسخه برو. بس عنا من الاعلى عباره بروفيشنال فوتوغرافي اللي انا كتير حبيتها، وبتتذكروا بالفيديو الماضي قديش حكيت عنها. عنا على اليمين الازرار، على اليسار ولا شيء، ومن تحت السبيكر، منفذ الشحن، USB-C، المايكروفون ودرج السم. التليفون بياخذ سمين وما عنا منفذ لكرت ذاكره، ومهضوم انه بتجي معه دامي سم، هي القطعه الصغيره. كتير حبيت الفكرة. بالمواصفات الهاتف جبار مثل أخوه الكبير X70 Pro. عنا نفس المعالج ميديا تيك دايمنستي 1200، نفس الذواكر 12 جيجا بايت رام و 265 جيجا بايت ذاكرة داخلية. الشاشة 6.56 إنش أموليد وجميلة جدا بكل المقاييس. السطوع كتير حلو، بمدى واسع من أقل سطوع حتى أعلى سطوع وكفاءة عالية. معدل التحديث أيضاً وأيضاً 120 هرتز، معدل تحديث مخصص للألعاب، وبالنسبة لإلي بيخلي تجربة التصفح والمشاهدة رائعة بكل المقاييس. البطارية 4400 ملي أمبير ساعي، وبكلمة بسيطة بتكفي وبتوفي. شحنتها مرة واحدة وعملت كل التجارب بالموبايل وما صرفت نصها. خلاصة المواصفات، فلاكشيب حقيقي بسعر ما فلاكشيب أبداً، وبيعطينا أداء رائع جداً بتساوى تماماً مع أخوه الأكبر البرو، ومن دون أي مساومة على أي مواصفات ممكن تأثر على الأداء. هاتف عملاق بمعنى الكلمة. السوفتوير هو فيفو فانتاتش. الحقيقة ما رح تزبط معي إني أقول فانتاتش من دون ما أضحك. فانتاتش 12 قائم على أندرويد 11. تجربة السوفتوير سلسة جداً، وما عندي أي شيء أقوله عنها غير كل شيء حلو. تخصيص جميل، سلاسة، سرعة الاستجابة. الحقيقة أنا بتردد كتير قبل ما أقول أشياء مثل هي أحسن سوفتوير بالسوق اليوم، بس الحقيقة أنا شخصياً، وهذا شيء بيعرفوه كتير عني المقربين مني، أنا بعتبر أنه تخصيص فيفو لأندرويد هو أفضل تجربة أندرويد بالسوق اليوم، خدوة مني بعد ما جربت كتير موبايلات. ننتقل للكاميرا، وهون كمان في عنا أشياء كتير حلوة نحكيها. التليفون بيجي مع كاميرا ثلاثية، الرئيسية 40 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 وميزة الأوتو فوكس مع تتبع المرحلة فيز ديتكت. الثانية تيليفوتو 12 ميجا بيكسل، فتحة عدسة 2 وأيضا مع تتبع المرحلة فيز ديتكت، وتقريب بصري 2X. الثالثة عريضة جدا، مكافئ 16 مليمتر، 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.2. كاميرا السيلفي 32 ميجا بيكسل مع صورة رائعة بمعنى الكلمة. أداء الكاميرات ممتاز الحقيقة، وفي مجموعة واسعة من المزايا للسوشيال ميديا مثل الستيكرات، الفلاتر وغيرها. الكاميرا الرئيسية بتجي مع الكوتينج الشهير تي ستار من زايس، ومع خاصية بيكسل شيفت لزيادة الدقة، وقدرة على التصوير بالمدى الديناميكي العالي HDR. بالفيديو عنا 4K لغاية 60 إطار بالثانية، وبنصحكم تصوروا 1080 مع 30 إطار بالثانية لتاخذوا أفضل مواصفات من مانع الاهتزاز ومن المعالجة اللونية سوا. كاميرا السيلفي كمان بتصور 4K لغاية 30 إطار بالثانية، وكمان مرة بنصحكم تصوروا فيها 1080 مع 30 إطار بالثانية. وعموما 1080 أكثر من كافي للسوشيال ميديا، هو حقيقة المنصوح فيه للسوشيال ميديا.
الهاتف ممتاز لصناعة المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، ومع انه قال بمواصفات الكاميرا بشوي صغيرة من اخوه الكبير البرو، ما في اي شيء بينقص كاميرته حتى تكون كاميرا موبايل ممتازة بعام 2021. وهلأ صار وقت نعطي الهاتف تقييم تيك ميشن. التصميم انيق وراقي ومميز، 9/10. الشاشة ما في اي شيء ناقص لا بالمواصفات ولا بالاداء، 9/10. الكاميرات ممتازة للفئة السعرية وممتازة عموماً، 8/10. المواصفات فيفو كتير كريمة بمواصفات هالجهاز، بينقصوا شحن اللاسلكي والحماية ضد المي، ومع ذلك 8/10. نظام التشغيل جميل وأنيق وراقي، و9/10 مستحقة تماماً. عمر البطارية ممتاز تماماً من دون أي شك، 8/10. القيمة مقابل السعر، قيمة فعلية عم ناخدها مقابل المبلغ اللي عم ندفعه، وبتستحق 9/10. التقييم الإجمالي 8.5 على مقياس تيك ميشن، تقييم عالي جدا. السعر 2599 درهم إماراتي أو 710 دولار، متوفر بالأسواق الإماراتية اعتبارا من لحظة مشاهدتكم لهذا الفيديو. شكرا لتابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعوني على إنستغرام، وأنا بشوفكم بالفيديو القادم.